مساء الخير على كل اصحابنا اللي بيشوفونا وبيسمعونا، وحلقه جديده ويوم جديد وبرنامج اجيال. خارجين بقى من اجازه طويله وخارجين من العيد، كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى هنبدا في حلقه جديده وفي حاجات، لان داخلين على فتره مهمه جدا في حياتنا. زي ما اتعلمنا مع مهند كده وعرفنا حاجات عن العيد وحاجات عن الحج، احنا داخلين على المدارس، وطبعا اصحابي بقى هيبداوا ايه يرجعوا لورا كده ويقولوا مدارس ويتخضوا. مش عايزين نتخض خالص، المدرسة حاجة حلوة خالص، المدرسة حاجة جميلة، بس احنا لو بصينا لها بشكل كويس وبصورة كويسة. علشان كده النهاردة هنتكلم عن احنا داخلين المدرسة هنعمل ايه في المدرسة، واخلاقنا في المدرسة هتكون عاملة ازاي، وحابين المدرسة ولا لا. كنت قبل كده عامل حاجة اسمها بحب مدرستي. لازم نحب مدرستنا علشان واحنا داخلين المدرسة نكون حابينها ونتعلم في المدرسة وتبقى احلى ايام في حياتنا. عارفين يا اصحابي، لما تيجوا تسألوا كل واحد كبير وتسألوا بابا وماما وتسألوا اي حد، قولوا له كده ايه احلى فترة في حياتك، هيقول لك المدرسة. أجمل فترة في حياتك المدرسة، بس أنت عشان لسه صغير فلسه إيه؟ ما أنتش عارف الفترة دي هتفتكرها لما تكبر. علشان كده النهاردة في أجيال بنحاول إن إحنا نقول لكم يلا قضي أحلى فترة في حياتك بس بشكل كويس. يلا نتعامل مع أصحابنا في المدرسة بشكل كويس، ويلا نتعامل مع المدرس ونحترمه ونحترم الحد الكبير. هي المدرسة مهمة، والمدرسة حاجة حلوة جدا في حياتنا، بس إحنا لو بصينا ليها البصة دي. طيب، أول حاجة خالص بكلم أصحابي، هتعملوا ايه في المدرسه؟ قبل المدرسه بيوم اخباركم ايه؟ هننام بدري بقى ولا هنفضل برضو نفضل بقى سهرانين وننام متاخر ونصحى متاخر وما نعرفش نروح المدرسه؟ ما احنا طالعين من اجازه فمش عارفين بقى، احنا اتعودنا ان احنا ننام متاخر ونصحى متاخر. خلاص، المدرسه جايه بتعلمك النظام، النظام حتى في الميعاد، النظام في كل حاجه، ان احنا نصحى بدري ونرتب الاوضه بتاعتنا زي ما اتعلمنا في حلقات قبل كده، النظافه والنظام، ان احنا نرتب الاوضه بتاعتنا ونروح المدرسه بتاعتنا في الميعاد وما نتاخرش ابدا على المدرسه. طيب وايه كمان؟ طب اول ما بنصحى بنصلي، طبيعي صح؟ بنتوضى ونصلي ونلبس هدومنا، هدومنا النظيفه الجميله وشكلنا بيبقى جميل، ونبدا نروح المدرسه في الميعاد بتاعنا. طيب جميل، وايه تاني؟ وهنبدا كمان نتعلم ان احنا نتعامل مع اصحابنا كويس، ولما حد مثلا يغلط فينا او يقول لنا كلمه وحشه المفروض نعمل ايه؟ المفروض نتخانق معاه ولا المفروض ان احنا نتكلم معاه كلام طيب؟ هنعرف كل ده. طب ايه كمان؟ المدرس، المدرس هنتعامل معاه ازاي؟ طيب المدرس حد كبير، لازم نحترم الكبير، وانا بتكلم معاه يبقى في احترام، وانا بكلم المدرس او المدرسه بتاعتي يبقى في احترام للكبير. طيب وهنعرف ايه تاني؟ بعد ما نروح بيتنا كل واحد بقى بيبدا يخلع هدومه كده ويرميها في اي مكان، وبابا وماما او ماما بالذات طبعا هي اللي بتبقى تعبانه جدا وتفضل ترتب الاوضه بتاعتنا، ولا هنتعلم من اجيال هنا ان احنا اول ما نروح بيتنا هنتعلم النظام ونرتب الاوضه بتاعتنا وتبقى حياتنا كلها كويسه، ونبدا كمان نلعب رياضة. احنا طبعا كنا بنلعب رياضة في الاجازة والكلام ده كله، لكن الرياضة مهمة قوي ان هي بتنظم حياتنا وبتنظم المواعيد بتاعتنا، وبتبقى حاجة حلوة قوي ان احنا نبدأ نلعب رياضة. انت مقسم يومك كده، يعني انا اجمل حاجة بسطاني في المدرسة ان هي هتبدأ تاني تنظم البيوت، تبدأ تاني تنظم المواعيد. انت متخيل؟ علشان كده النهاردة هنبدأ نعرف كل ده مع بعض. وكمان في حاجه مش هنساها، دايما احنا بنقول الاجيال مثلث بيكلم اصحابنا واطفالنا، وكمان بيكلم الاب والام، وكمان بيكلم المدرس. الرساله الثالثه ان المدرس قدوه، فيا مدرس يا اخويا يا حد كبير، انت قدوه للاطفال دول وبتعمل رساله غاليه قوي 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 قوي، فلازم ان احنا نبدا نخلي بالنا من تصرفاتنا قدام الاطفال دول. كل ده هنتعلمه، هيبقى معانا اصحابنا ونشوفهم بيستقبلوا المدرسه ازاي ونشوفهم بيعملوا ايه في يومهم الدراسي، لكن هنعرف كل ده بعد الفاصل. رجعنا ليكم بعد الفاصل ومعانا اصحابنا الجمال اللي هنتعرف عليهم بقى ونشوف هم مبسوطين ان الدراسه رجعت ولا لا، وهيعملوا ايه في يومهم الدراسي. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ كويسين؟ الحمد لله. عايز اعرف اصحابكم بيكم بقى، قولي لي انت اسمك ايه؟ سما. سما، ماشي يا سما. وانت؟ ادهم. ادهم، وانت؟ ريتال. ريتال، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. مبسوطين عشان المدرسه رجعت؟ اه. قولي لي يا سما، مبسوطه؟ اه. قوي قوي؟ بجد؟ اه. طب مبسوطه ليه؟ عشان هشوف اصحابي. الله، حاجة حلوة أوي إنك أنت عشان تشوف أصحابك، ماشي. وكل أصحابنا اللي في البيوت وأنا بسألهم أنتوا مبسوطين ليه؟ أنتوا كمان اقعدوا فكروا، أنتوا مبسوطين من المدرسة ليه؟ ماشي، عشان تشوف أصحابك، إيه كمان؟
عشان هتعلم حاجات جديدة في المدرسة. حلو قوي، عشان نتعلم حاجات جديدة. أجمل حاجة إن الإنسان كل يوم في حياته يتعلم حاجة جديدة. ماشي، إيه كمان؟ بس بس كده، بس كده خالص يعني، علشان نشوف أصحابنا، علشان نتعلم حاجة جديدة. طب يا ترى أدهم حابب المدرسة ليه؟ مش عارف، أدهم أنت حابب المدرسة ولا لأ؟ يعني بحب المدرسة تحبها قوي قوي؟ طب ليه بقى؟ عشان صحابي، برضه عشان صحابك، حاجة جميلة. وإيه تاني؟ عشان انا بروح اتعلم حاجات جديدة. حلو قوي، يعني زي سما. ماشي مثال. ازيك؟ الحمد لله عامله ايه؟ الحمد لله. حابه المدرسه؟ اه مبسوطه انك رايحه المدرسه؟ اه ليه؟ عشان هشوف صحابي، ماشي، وعشان هشوف المستاد بتاعتي. الله، شفتوا شفتوا الصغيره الصغيره قالت عشان اشوف المستاد بتوعي كده وبتحبهم، صح؟ وايه كمان؟ لا بس بس كده خلاص. انت جميله، انت جميله يا سامي. طيب قولي لي بقى، هتبدأي يومك ازاي يا سامي؟ ايه اهم الحاجات اللي سامي هتبدأ تفكر فيها عشان خلاص هنبدأ يومنا الدراسي بقى؟ ايه اللي كنا بنعمله في الاجازه فالمفروض واحنا داخلين المدرسه اصلا نبدأ نغيره؟ ان انا كنت بنام متأخر، فهنام بدري حلو عشان قوي، اعرف اصحى. حلو جدا. يعني كنت بتنامي متأخر، دلوقتي المدرسه لازم. سامعيني يا اصحابي، خلي بالكم، سما كانت بتنام متأخر زينا كلنا في اجازه، بس دلوقتي المدرسه داخله لازم ننام بدري. اتفقنا؟ خلوا بالكم اللي هم يقولوه ونقول عليه صح، يلا بينا نتعلمه كلنا. فاحنا اول حاجه خالص نكتب في الورقه، يا سلام لو كل واحد يجيب قلم ورقه ويكتب ورانا. يبقى اول حاجه نعملها يا سما ننام ايه؟ بدري، صح؟ حلو ماشي. ايه كمان؟ بس طيب نمنا بدري، صحينا بدري، صح؟ اللي بينام بدري بيصحى ايه؟ حلو، بيصحى بدري. يعمل ايه بعد ما يصحى بدري؟ صحينا من النوم. هتعملي ايه يا سما لما صحيتي من النوم؟ انت صحيتي من النوم خلاص وقمتي من على السرير، هتعملي ايه؟ نرتب السرير مثلا؟ ماشي، رتبنا السرير عشان احنا ناس منظمين والنظافه اتعلمناها، فاحنا هنرتب السرير. ماشي، وبعدين؟ هلبس. حلو قوي، هنلبس. جميل، ونبدا نروح المدرسه. طب تيجي نعمل خطوه قبل ما نلبس، تيجي نتوضى ونصلي، ايه رايك؟ قبل ما ننزل، ايه رايكم؟ خلينا نتفق على شويه حاجات عشان في الاخر نتفق مع بعض على حاجه نعملها ونبعتها على النهار نور، ونبدا ايه، يبقى عندنا حاجات جميله لما بنعملها انا واصحابي مهند ودينا، ونبدا نتعلمها ونبدا نعمل مسابقه ليكم، واكتر حد يكسب في المسابقه يبقى معانا، وحاجات زي كده. اتفقنا؟ فاحنا اول حاجه خالص، طب ممكن لما نصحى نتوضى ونصلي؟ سهله صح؟ وبعد كده بنلبس هدومنا الجميله، بعد كده بنعمل ايه؟ بننزل. ننزل المدرسه. ماشي طيب، خلينا نقف عندك لحد ما ننزل المدرسة. عايز اشوف ادهم تعمل ايه اول حاجة اما بوصل المدرسة. قبل ما بنوصل المدرسة، قبلها بيوم، بصحى من النوم بدري ولا متأخر؟ انت كنت بتنام بدري اصلا ولا متأخر في في الاجازة؟ الاجازة. كنت بنام الساعة 12. 12 تصحى الساعة كام؟ على حسب ان اكون عايزة اصحى الساعة كام، يعني وراك حاجة ما وراكش حاجة كده، وراك مواعيد اجتماعات، صح؟ انا اكون عايزة اصحى امتى؟ تمام، الحلم هو اللي يصحيني. الحلم، يعني ايه الحلم هو اللي بيصحيك؟ حلوه دي، يعني ايه الحلم هو اللي بيصحيك؟ يعني مثلا في حاجه مرعبه جاتلي، فانا بصحى منها. ايه ده، هو انت بتصحى، انت قصدك الحلم اللي انت بتشوفه وانت نايم، صح؟ طب نفترض ما حلمتش، هتفضل نايم بقى لحد تاني يوم؟ لا ممكن اصحى. ممكن تصحى بمزاجك يعني. طيب ما علينا ما علينا، في الاجازه انت كنت بتنام متاخر وبتصحى متاخر، دلوقتي في الدراسه هتنام بدري معانا ومع كل اصحابنا، تصحى بدري؟ هنام الساعه 11. 11 ليه بقى؟ ما بدري 11 10 مش عارف، يعني خلينا مثلا نقول هنصلي العشاء ونبدا ننام، صح؟ عشان ننام كده ايه الوقت بتاعنا الجميل اللي هو من 6 ساعات ل 8 ساعات، بس انتوا الافضل ليكوا دايما 8 ساعات. اتفقنا؟ 8 ساعات كده ايه، واحنا يعني واحنا طالعين فوق. ماشي؟ اتفقنا؟ طيب وانتي يا ريتال هتنامي الساعة كام؟ بدري؟ وتصحي بدري. طيب قولي لي يا سما دلوقتي الولاد اللي ما بيحضروش الطابور، احنا خلاص نزلنا الصبح ورايحين بقى المدرسة. في شباب كتير جدا ما بيحضرش الطابور، وسمعت كده ان في ناس كانت بتهرب من الطابور، بس هنتكلم معاهم دلوقتي. قولي لي الطابور ده حاجة مهمة؟ بيعمل ايه بقى؟ يعني في تمارين الصباح بيعمل نشاط عشان نبدأ يوم حلو. حلو قوي، وتحية العلم ايه رأيك فيها؟
تحية العالم كنا بنقول ايه في تحية العالم؟ تحية جمهورية مصر العربية. صح، بنقولها كده تحية جمهورية مصر العربية، صح؟ طب ده مش حاجة حلوة قوي، بتفكرنا بقد ايه بلدنا واحنا بنحبها وبنحييها، فحاجة حلوة ان كل اصحابنا يحضروا الطابور. ايه رأيك يا اصحابي؟ اصحابي اخباركم ايه؟ هتحضروا الطابور بقى وتبقوا مبسوطين كده وتحيوا بلدكم كده وتحسوا ان انتوا بتحبوها قوي. خلق الانتماء على فكرة، طول ما احنا بنتكلم في اخلاق كده هنبدأ نتعلمها مع بعض، قد ايه ان احنا لازم الجيل ده كله يبقى منتمي لبلده، منتمي لمصر. طب هو في الطابور وتحيا جمهورية مصر العربية هو مبسوط، وهنعرف دلوقتي ادهم هيعمل ازاي بقى لما يصحى الصبح كده ويروح المدرسة ويحضر الطابور. لكن خلينا احنا وكل اصحابنا نشوف التقرير اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، ونرجع مع بعض تاني نشوف ادهم بقى هيعمل ايه في الطابور. المدرسة جاية وجبت الكشاكيل وبحب المس بتاعتي والمستر بتاعي، فرحانة قوي. والله انا مبسوط للمدرسة وان هي جاية وجبت الكراريس والكشاكيل والكتب واشوف اصحابي، فرحانة انا ومستعد للمذاكرة وكل حاجة. مبسوطة بالمدرسة وجبت الكشاكيل، ومبسوطة بصحابي برضو وجبت اللبس. فرحان المدرسة جاية، فرحانة عشان أنا هشوف صحابي وهشوف المثال بتاعتي، وبعد كده أنا جبت الكشاكيل والشنطة والجزمة واللبس وكل حاجة تلزم المدرسة. أنا فرحانة المدرسة جاية وجبت لبس المدرسة وجبت الكتب وجبت كل حاجة، وفرحان برضه وأنا هلعب مع صحابي هناك. جبت لبس المدرسة والحاجات والكشاكيل والأقلام وكله، يعني جاهز للمدرسة. انا فرحان ان المدرسه جايه واشوف صحابي ونازل اجيب شنطه وهدوم والملابس بتاعت المدرسه. انا اجمل حاجه مفرحاني ان يمكن الشباب اللي معايا في الاستوديو كمان الناس اللي احنا سمعناهم الاطفال الجمال اللي في التقرير كله مجمع على ان انا هقابل اصحابي، وفرحانين قوي ان هم يقابلوا اصحابهم وان هم هيلعبوا مع اصحابهم. علشان كده عايز اقول برضو حاجه للاهالي، خلي بالك لازم كل واحد يختار ولاده مصاحبين مين، خلي بالكم مهمة قوي لكل اب ولكل ام. خلي بالك انت، يعني انا متهيألي سمعتكم كلكم وسمعنا الناس قالت في الشارع، كله قال حاجات كتير، لكن الحته اللي كلكم مجتمعين عليها ان انتم بتحبوا اصحابكم قوي. وفي حته كمان هنا، انت بتحب صاحبك ليه؟ علشان اصحابنا بيحبونا، فعلشان كده اختار اصحاب ولادك كويس ودايما تابعهم ودايما شوف هو تصرفاتهم عامله ازاي، وبيساعدوا اولادك على الحاجه الخير ولا الحاجه الشر، علشان خاطر هو ده اللي دايما بيدوم لاولادنا. اصحابكم اخبارهم ايه؟ كويسين. كويسين؟ بتتبسطوا ان انتوا بتشوفوهم قوي؟ انتوا كمان؟ وانت يا ريتان ليكي اصحاب وانت صغنطوطه كده؟ اصحابك مين؟ قولي لي اسمهم ايه؟ عشان يسمعوا بقى ويحبوك قوي. تحبي مين؟ اول حد مين؟ نسيت اسمائهم ولا ايه؟ طب تاني حد؟ طب تالت حد؟ برضو؟ مش انت مش مش انت؟ ها؟ قولي يلا نزلي ايدك يلا وقولي قولي لي يلا مين بقى؟ مش فاكره. طيب يا سامي، انت اكتر حد من صحابك بتحبي مين؟ انتوا اصحاب اصلا مجموعه مع بعض؟ مين بقى؟ نسيتي اصحابك؟ قولي. رودينا. رودينا وتالا. تالا وشذا. و دول اكتر ناس صحابك بتحبوا بعض قوي، بتساعدوا بعض ان انتوا تذاكروا وتتفوقوا وتتعاملوا المدرس كويس ولا بجد يشجعوك كتير؟ وانت يا عم ادهم اخبار صحابك ايه؟ كويسين. بتعملوا ايه؟ حلوين يعني مبسوطين زي الفل؟ بتعملوا ايه مع بعض؟ بنلعب. بتلعبوا؟ طيب بتحضروا الطابور مع بعض؟ انتوا صحابك اصلا في المدرسه ولا بره المدرسه؟ في المدرسه. في المدرسه مع بعض صح؟ طيب وقفنا عند الطابور صح؟ ادم بتحضر طابور؟ احيانا. طب والاحيانا اللي ما بتحضرهاش دي بتعمل ايه؟ بطلع. بتطلع فين؟ لفوق. تطلع فوق؟ طب تقعد في الفصل انت واصحابك؟ طب بس انا شايف ان الطابور ده حاجه حلوه قوي، ممكن نحضر الطابور؟ ماشي. طب الطابور ده بنحيي العلم، عارف بتحيي العلم ازاي؟ ازاي؟ تحيا جمهوريه مصر العربيه. تحيا جمهوريه مصر العربيه، تبقى مبسوط بيها؟ انت اصلا فاهم الكلمه دي؟ تحيا جمهوريه مصر العربيه، بتحيي ايه؟ بحيي مصر. بتحيي مصر، انت بتحبها قوي صح؟ وانت كمان يا ريتال بتحيي مصر، بتحب مصر اكيد. طيب حضرنا الطابور تمام، يبقى احنا اول حاجه قلناها ايه؟ هننام بدري ونصحى بدري، اصحابنا اللي في البيوت هننام بدري
نصحى بدري. طيب الحاجة التانية، احنا قلنا في النص هنصحى الصبح بدري هنصلي، طيب الحاجة التانية اللي في الدراسة، لو سمحت نحضر الطابور واحنا من حي العلم علشان تبقوا طالعين كبار تحبوا بلدكم وتحبوا مصر وتقولوا تحيا جمهورية مصر العربية من قلوبكم بجد، ويبقى هنا خلق ايه؟ خلق ايه يا سما؟ الانتماء، ان احنا يبقى عندنا انتماء لبلدنا واحنا بنحييها احنا مبسوطين قوي ونبدا يومنا كده، ماشي؟ دي الحاجة التانية. طيب وقفنا في الطابور وداخلين الفصل، وانا دي حاجة بتفرق معايا بصراحة، يعني بيبدا يبان حاجة، خلي بالكم بقى المدرسين والمشرفين والناس اللي بتبقى واقفة على الطابور، شكل الطابور وهو طالع الفصل بيبقى عامل ازاي؟ منظم ولا كله بيطلع يجري؟ ايه يا سما ضحكت ليه؟ ضحكت ليه؟ شكل ايه؟ مش منظم؟ بجد؟ طب وانت بتزعلي؟ بجد؟ ليه بقى؟ يعني عشان بيبقى شكل يعني مش حلو، شكل مش كويس صح؟ بعد ما حيينا بلدنا وعالمنا فاحنا ما ينفعش، لازم نبقى منظمين كده ونبقى مرتبين ونبقى ماشيين طابور لحد الفصل صح؟ طيب اللي بيعمل كده نقول له ايه؟ لو سمحت امشي في نظام صح كده؟ وانت يا ادهم ايه الاخبار عندك؟ ماشيين ماشيين نظام وطالعين الفصل خط مستقيم، بس السلم بيبقى جنبنا فبنمشي انعكاس كده عشان نوصل ماشي بتمشي انعكاس بس مرتب في الطابور صح؟ لكن ما حدش بيطلع بره الطابور او حد بيجري بقى وده يوقع ده والكلام ده، لا مش بنوقع احنا بنجري عشان الميز بتجري علشان تطلع الفصل بسرعه، فاحنا عايزين نلحقها. ايوه بس قصدي ماشيين في الطابور يا ادهم صح؟ دي اهم حاجه، اصحاب اللي في البيوت والمدرسين وكل الناس في المدارس، خلي بالكوا بقى المدرسه هي الحاجه اللي بتربي اجيال، يعني انا دايما بقول ان احنا في الاخر احنا مثلث في البيت في المدرسه في الاعلام، انا دايما بقول ده، فاحنا في الاخر المثلث المدرسه هو ده المصنع اللي بيربي الاجيال ويطلع الاجيال تبدا بقى للمجتمع، فاحنا الفكره كلها ان لما نعلمهم النظام وهم في المدرسة هيبقوا منظمين في كل حاجة، هيروحوا البيت مرتبين، بعد كده لما يكبروا ويدخلوا الجامعة هيبقوا مرتبين، بعد كده هيبقوا مرتبين في حياتهم كلها، صح يا شباب؟ صح؟ فاحنا ثالث حاجة بنعملها ايه؟ النظام في الطابور، صح؟ طيب هنرجع تاني ونشوف هنعمل ايه، لكن خلونا مع بعض انا وكل اصحابي نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ناس اجتماعيا بتتعامل مع بعض بطريقه راقيه جدا، كلام يتقال باحترام، اجدع ناس، وازاي كل واحد فينا يقدر يحب ربنا بجد، واراء مهمه في الدين، الرزق مناط حياه الانسان، من الناس وللناس، مع مهند السادات في كلام الناس، من السبت الى الخميس الساعه 7 مساء على نهار نور. زمنا كان الحق منهاج حياة، من ذلك الولد من بني عمر في وجهه أثر، يملك الدنيا ويملأها عدلا، والعدل روح كل شيء. أنا عمر بن عبد العزيز وحفيد عمر بن الخطاب، مثل ما كان في زمن أبي الحق. احرص على ولدك من كل من يحيط بكم خدما أو حرسا، حتى لا يصيبه ما أصاب جده عمر بن الخطاب. خامس الخلفاء الراشدين، عمر بن عبد العزيز، يوميا 8:30 مساء على النهار نور. رجعنا وكنا بنتكلم في الخطوات، يا ترى يومنا الدراسه هيبقى عامل ازاي؟ فاكرين؟ تيجي نفكر اصحابنا في البيوت؟ نفكرهم احنا هنبدا يومنا ازاي؟ يلا كده نقول، اول حاجه خالص احنا اتفقنا ان احنا هننام بدري ونصحى بدري. ليه؟ لان احنا في الاجازه اتعودنا ان احنا بننام متاخر ونصحى متاخر عشان في الاخر ايه؟ ما ورناش حاجه، لكن دلوقتي احنا عندنا مدرسه فاحنا لازم ننام بدري ونصحى بدري، ننام بدري بنتكلم نصلي العشاء وننام،
ونصحى بدري، يا السلام كده لو نصحى نصلي الفجر وننام تاني، او نصحى الساعه 6 يعني، المهم في الاخر وقت النوم يبقى من 6 ساعات ل 8 ساعات النوم الجميل. وخلينا عشان بنقول للاطفال فمتهيالي ال 8 افضل يعني، ونبدا ننام كده ونصحى يومنا عندنا نشاط. ماشي ماشي يا اصحابي، بنكتب بقى في قلم ورقه. طيب الحاجه الثانيه، احنا صحينا اول حاجه نرتب الاوضه بتاعتنا. اتفقنا يا شباب ولا لا؟ هنعمل ايه؟ هنرتب الاوضه بتاعتنا، السرير بتاعنا، عشان احنا بنتعلم ايه؟ النظام والنظافه. فاحنا ايه؟ بنرتب الدنيا كلها. وبعد كده بنتوضى ونصلي طبيعي، هنتوضى ونصلي، وكلنا اكيد عارفين بنتوضى ازاي ونصلي ازاي، مش احنا عارفين؟ عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين. نتوضى ونصلي. طيب نبدا ننزل المدرسه بتاعتنا ونمشي عشان نروح المدرسه او الباص بيعدي علينا. تمام؟ ونغسل سناننا طبعا. نسيت نغسل سناننا، انا اسف. مين اللي بيغسل سنانه؟ انا. مين؟ بتغسل سنانك؟ وانتي؟ تغسلي سنانك؟ بجد؟ كلنا بنغسل ريتال ريتال، وبنسرح شعرنا زي ما احنا شايفين. شايفين هو بيعمل ايه؟ بصوا بصوا، جميل صاحي الاوضه بتاعته، بصوا بدا يفطر. مين اللي بيفطر الصبح؟ مين؟ برافو برافو، الفطار مهم ادهم، الفطار مهم جدا. وانت يا سما وريتال، شفتوا ظابط المنبه؟ وخلاص بيشرب اللبن بتاعه. مين بيشرب اللبن؟ انا. برافو. وانت يا سما مش بتشرب لبن؟ لازم نشرب اللبن. شوفوا هو جميل ازاي وبيشرب اللبن بتاعه عشان ايه؟ يروح مدرسته قوي وشجاع ويبدا يعرف يركز. بصوا بقى بيلبس الشوز بتاعه، شوفوا، وبيربط الرباط ونضيف ازاي، جميل. شفتوا ماشي بالساعه، مرتب الساعه، بس كل واحد بيرتب ميعاد دخوله المدرسه. وصل المدرسه، شفتوا غسل سنانه، مهم نغسل سناننا. اتفقنا؟ اتفقنا. حلو قوي. بيعمل ايه؟ شفتوا بقى بيسرح شعره. نسرح شعرنا. ايه الاخبار؟ هنعمل ده؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم يا شباب؟ ايه رايكم يا اصحابي اللي في البيوت؟ الواحد لما بيعمل الكلام ده وبيحس ان هو منظم وبيحس ان وقته ماشي مظبوط ويصحى في الوقت المظبوط ويغسل سنانه ويتوضى ويصلي ويرتب الحياه بتاعته، تعرفوا ان حياتنا بتبقى احسن بكتير. انتوا عارفين، انا اصلا عايز اقول لكم على حاجه، عارفين لو انتوا اتعودتوا من دلوقتي على النظام ده ايه اللي هيحصل معاكم بعد كده؟ انا بقابل ناس كبيره بيبقى صعب جدا بالنسبه لها الكلام اللي انا بقوله، وصعب جدا بالنسبه لهم ان هم يفطروا الصبح. انت بتشرب اللبن فعلا بجد يا ادهم؟ والله بتشرب اللبن وبتفطر قبل ما تنزل. وانت يا سما ريتال بتشرب اللبن؟ تحب اللبن؟ حلو قوي. عشان ايه بقى لما نفطر ونشرب اللبن؟ علشان نصحى مركزين، يعني نبقى رايحين كده قاعدين بنسمع الحصه بتاعتنا في المدرسه، فاهمين المدرس بيقول ايه او المدرسه بتقول ايه، فنبقى مركزين كده وفايقين كده ومصحصحين. اتفقنا؟ فاحنا دي حاجات. طيب خرجنا بقى ورايحين المدرسه، اتفقنا ان احنا هنحضر الطابور، مهم قوي الطابور، ومهم قوي 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 خلق الانتماء، ان احنا بنقول تحيا جمهوريه مصر العربيه، ان احنا ايه؟ بنفتكر بلدنا وبنحبها قوي وبنتعلم علشان نتفوق، علشان نطور من بلدنا ونطور من نفسنا. ايه رايكم في المعاني الحلوه دي؟ نقدر نعمل ده صح؟ طيب وقفنا في الطابور، قلنا بقى لكل المشرفين وكل اصحابنا وكل المدرسين اللي موجود في المدارس ان الطابور مهم قوي، انه يدخل الفصل بتاعه في صوره جميله منظمه تفرق كتير مع الاجيال اللي جايه دي، لان عينيك كلها شايفه النظام. سما كانت زعلانه قوي لما قالت ايه؟ اصل احيانا الطابور عندنا ما بيبقاش منظم، صح؟ فانت كنت زعلانه. وانت نفسك انك انت تحس ان النظام في كل حاجه، صح؟ علشان كده بنقول ايه؟ بنقول ان احنا عايزين النظام، ونحاول على قد ما نقدر المشرفين يبقوا موقفين الولاد ومطلعينهم الفصل في صوره كويسه، يبقى الشباب طالع بادئ يومه بالنظام، فيفرق معاه على فكره، والعقل الباطن على فكره لما بيشوف الصوره كويسه بيفرق معاه طول اليوم ان هو خلاص منظم في كل حاجه. طيب دخلنا الفصل بتاعنا. مش دخلنا الفصل بتاعنا ولا لسه؟ دخلنا خلاص. المفروض ان احنا نعمل ايه؟ المدرس داخل بيشرح الحصه بتاعته او المدرسه. المفروض بنقعد نسمعه. بس لسه لازم ناكل الاول. انتوا عندكم في المدرسه بتاكلوا قبل الحصه؟ ما حسب نظام المدرسه. انت مدرستك بتعمل ايه؟ قول لي. اول ما تدخل الفصل تاكلوا الاول؟ حلو قوي، ماشي، بس المدرسه هي اللي عامله النظام ده، صح؟ حلو، بعد ما اكلت المدرس، يعني دلوقتي ادهم بيقول لنا ان في شويه مدارس ان هي بتعمل نظام ان قبل في الحصه الاولى قبل ما المدرس بيدخل او المدرسه بيعملوا وجبه كده ان هم ايه؟ يفطروا، حاجه كويسه خاصه بالمدرسه دي، ما فيش مشكله خالص، عملوا ده وحاجه جميله، بداوا الحصه بتاعتهم. بدانا الحصه بتاعتنا بنعمل ايه بقى؟ الناس بتشرح. الله، حلو قوي. نبدا بقى في حاجه اسمها ايه؟ احترام الكبير. ده خلق مهم قوي على فكره.
ايه رايكم؟ بنحترم بقى الكبير؟ بنحترم المدرس؟ يعني ايه بتحترمه اصلا؟ يعني ما نتكلمش وهو بيتكلم. برافو عليكي، من الاحترام الكبير، من احترام الكبير يا اصحابي ان هو بيتكلم ما ينفعش ابدا ابدا ان انا اتكلم، ما ينفعش ابدا ابدا ان انا اكل مش في وقت الاكل، وان انا اكل وهو ما هوش عارف ان انا باكل، بقوم قاعد باكل كده الحركات اللي كانت بتحصل دي، وان انا افضل اهزر مع زميلتي او اهزر مع زميلي، كده مش احترام. لان احترام الكبير زي ما سما قالت لنا ان احنا ما ينفعش نتكلم وهو بيتكلم، احترام الكبير ان انا اقعد واسمعه. حلو قوي، ايه تاني يا سما؟ بس طيب خلينا اقول حاجه تانية. لما هو يجي مثلا يكلمني في جمل كده لازم نتعلمها، نقول ايه؟ حضرتك وحضرتك. يعني ما ينفعش وانا بكلم المدرس بتاعي اقول له انت او انتي. ممكن نتعلم ده، مهم قوي، مهم قوي، لان يعني افتقدنا المعنى ده شويه الايام اللي فاتت. محتاجين المصطلحات الجميله اللي بنفضل نقولها للناس، اللي هو شكرا بس خلينا النهارده حضرتك وحضرتك والكلام ده، نرجعه للاجيال دي. نقول ايه للمدرس واحنا بنكلمه؟ حضرتك. واحنا بنقول للمدرسه نقول لها ايه؟ حضرتك. ممكن نرجع ده اصحاب اللي في البيوت، مهم قوي، مهم قوي بقى. خلاص انا النهارده بكلم حد اكبر مني على فكره، بره المدرسه وجوه المدرسه، لكن احنا عشان النهارده بنقول احنا داخلين على مدرسه وجوه المدرسه، لو سمحتوا انت بتكلم حد اكبر منك، حتى العامل اللي على الباب بره او الداده اللي موجوده في المدرسه، حضرتك او حضرتك، صح كده؟ فاحنا يبقى الكلمتين دول دايما على لساننا يا ريتال. ان احنا بنقول ايه؟ قول انت بقى، هنقول ايه؟ حضرتك. قولي حضرتك كده. حضرتك. الله. وحضرتك؟ حضرتك. حضرتك انت عسل. ماشي يا ادم، هنقول ايه؟ حضرتك وحضرتك لما نيجي نتكلم حد اكبر مننا. ماشي يا سما، واحنا بنكلم المدرس او المدرسه بنقول لها ايه؟ حضرتك او حضرتك او حضرتك. ماشي كده. طيب تمام، فهمنا الحصه بتاعتنا وخلاص، والمدرس خلاص خلص. بس ما ينفعش ابدا ان انا اقوم قايم وان انا اقوم ماشي الا لما المدرس يقول لي. يعني ما ينفعش وهو خلاص خلص اقوم انا قايم كده وقايم ماشي، ما ينفعش ابدا. لازم ان انا ابقى قاعد لحد ما هو يقول لي اعمل ايه، لحد ما يمكن مدرس تاني داخل فخلاص هو بيقوم داخل. لما بيكون داخل الفصل خلاص نبدا بقى نشوف هو هيقول لنا ايه. لكن احنا طول ما المدرس موجود احترامه كمان ان احنا ما نقومش طول ما هو فصل. اتفقنا؟ وحاجات خفيفه جدا على فكره. يعني خلي بالكم، وخلي بالكم اصحاب اللي في البيوت، اوعوا بقى تسمعوا الكلام ده وتقولوا طب ايه بقى العقد ده بقى والكلاكيع دي، خالص والله. بس احنا في الاخر بنتعلم مع بعض النظام، بنتعلم مع بعض ان احنا ازاي نحترم الكبير، فالكلام ده مش صعب لو اتعودنا عليه. انتوا عارفين انا بقول لكم كده من دلوقتي ليه؟ لان لو اتعودتوا كده من وانتوا صغيرين وانتوا بتكبروا هتلاقوا الحاجات الجميله دي بقت خلاص معاكم، وهتلاقوا الجمل اللي انا بقوله لكم حضرتك وحضرتك بقت عاد على لسانك، مش هتحس ان الموضوع صعب. انتوا فاهميني ولا لا؟ بجد فاهميني ولا انا بقول كلام كبير؟ فاهميني صح؟ وانتوا اصحاب اللي في البيت يا رب تكونوا فاهميني ان احنا في الاخر حابين ان احنا نعمل ده. طيب خلاص خلصنا المدرسه طب خلي بالكم، لا لسه ما خلصناش المدرسه، ده في حاجه مهمه قوي. الفسحه بتاعتنا بقى بنعمل ايه فيها؟ بنطلع البريك. بتطلع البريك. ما انا ما رضيتش اقول بريك، ما رضيتش اقول بريك. في البريك بنعمل ايه؟ بنطلع ممكن ناكل، ممكن نلعب، ممكن نتكلم. حلو قوي. وفي كافيتيريا عندنا فوق نشتري منها حاجات. حلو قوي. لما بنيجي ناكل حاجه بقى في باسكت كده بنرمي فيه ولا بنرمي على الارض؟ بجد في باسكت. بنرمي فين بقى؟ في الباسكت. وانت يا ريتال بترمي في الباسكت؟ وانت يا سما؟ اكيد. اصحاب اللي في البيوت لما بنيجي ناكل حاجه بنرميها فين؟ بنرميها في الباسكت ولا بنرميها كده على الارض وخلاص؟ خلي بالكم ان احنا تاني قلنا، احنا اتكلمنا قبل كده في النظافه ان احنا ما ينفعش نرمي حاجه على الارض، اتفقنا؟ وبالذات كمان بقى في المدرسه، احنا دلوقتي بنتعلم كل حاجه في المدرسه ان هي المصنع اللي هيطلعنا كده حاجه جمال خالص، ما ينفعش نرمي على الارض. طب خلاص خلصنا المدرسه، كفايه كده المدرسه، نروح المدرسه. روحنا المدرسه ورحنا البيت، اول حاجه بنعملها اول ما بندخل البيت بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنسلم على ماما؟ لا هقول لك بس بعد الفصل. فكرتوا بقى لما ترجعوا البيت هتعملوا ايه؟ خلاص دخلنا البيت،
قلت لي بقى يا ادهم هنعمل ايه؟ نسلم على ماما. نسلم على ماما، حلوه جدا جدا جدا. ماشي، ايه تاني؟ بعدين نقلع الجزمه. ماشي، ونحطها في المكان بتاعها. ماشي، ممكن واحنا داخلين على الباب نقول بسم الله، ايه رايك؟ اه ايه رايك؟ يعني واحنا بنقول بسم الله اصلا ليه؟ يعني حد يعرف لما بنيجي ندخل الباب، فبنفتح الباب بندخل برجلنا اليمين ونقول بسم الله ليه؟ علشان الملائكه بيبقوا مستنيننا في البيت. برافو عليك. فاحنا نسلم عليهم. ماشي، بس لما بنقول بسم الله بنسيب الشيطان بره، متخيلين بقى؟ الشيطان ما بيدخلش معانا. فاحنا لما بندخل برجلنا اليمين ونقول بسم الله بخلاص هو واقف بره خلاص بقى، وبتبقى الملائكه بقى هي اللي معانا، صح؟ واول ما ندخل بيته بنلاقي ماما بنقول ايه؟ اهلا. لا، السلام عليكم. برافو، الله عليك يا ريتال والله. بص بص، يعني ساكته 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 وطالعه بالتقيله، قول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفقنا؟ يبقى اول ما ندخل من البيت، اصحابي انتوا معايا صح؟ اكيد مش نايمين بقى وانتوا قاعدين في البيت. يلا اعملوا ده عشان تبقوا معانا هنا ان شاء الله في حلقات تانية كتير. اول ما ندخل البيت ندخل برجلنا اليمين نقول بسم الله، واول ما بندخل نشوف مين اللي موجود، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سهله دي، حلوه دي، وسلمنا على ماما وبوسنا ايديها. ممكن نبوس ايد بابا وماما اصلا اول ما نصحى؟ حد بيعمل كده؟ بتعملي كده يا سما؟ برافو عليك، هنسالهم. هسالهم، ماشي. وانت يا ادم تعمل كده؟ سكت. طب ممكن تعمل كده؟ انت ايه؟ اعمل كده يا عم. تعمل ايه؟ اول ما تصحى تبوس ايد بابا وماما. صح؟ ربنا يحبك قوي على فكره. اللي بيبوس ايد في الشغل. بابا يعني بيصحى الصبح بيمشي الشغل بدري؟ طيب مفيش مشكله، لما يرجع او ما انت ترجع. يعني باباك وهو راجع من الشغل بوس ايديه. مش هسيبك، هتبوس ايديه، هتبوس ايديه. اتفقنا؟ يبقى اول ما هو يرجع اول ما تشوفه تعمل ايه؟ تبوس ايد بابا وماما. طب بابا بيتاخر استناه. ماشي، وانت يا ريتال انت عسل، هتعملي ايه؟ بتبوس ايد بابا وماما بجد؟ اه. حلو قوي، يبقى عملنا كده. ماشي، طيب خلاص بقى دخلنا وقلنا السلام عليكم وسلمنا على كل اللي في البيت ودخلنا الاوضه بتاعتنا. هنعمل ايه بقى في الاوضه بتاعتنا؟ وهنا بقى قولي قولي بقى هنعمل ايه؟ طب يا اصحابي اللي في البيوت بتعملوا ايه لما بتدخلوا الاوضه بتاعتكم؟ هما هنا كله وقف كده وسكت ومش عارف هيعمل ايه، انتوا بتعملوا ايه؟ اقول لكم ولا اقول لكم بنعمل ايه؟ احنا خلاص المفروض بنغير هدومنا. نحطها فين بقى بعد ما نغيرها؟ مرمي كده بقى وحاجات كده ولا نحطها في الدولاب؟ الله الله، بنعمل كده بجد؟ سما، بنرتب هدومنا ونحطها في المكان بتاعها ولا بنرميها بقى؟ بخليها تنشف الاول. الايه؟ مثلا احنا راجعين من عرق، لازم نخليها تنشف. تنشف، بالكوا ادهم بيبرر لنفسه، يعني هو في الاخر ما بيحطهاش في الدولاب فيقول لك عشان تنشف، عشان الواحد بيبقى جاي عرقان بقى وتعبان فبسيبها. حلو قوي، ما تعمل ده، حطها على الشماعه وحطها في الدولاب. اتفقنا؟ اكيد؟ ريتالو قولي لي، تغيري هدومك كده وتنظميها ولا ماما بتساعدك؟ ماما بتساعدك. ماما بتساعدك؟ طب حلو قوي، وانت يا سما اكيد بنرتب الدنيا؟ بجد؟ بنحافظ كده على نظافه الاوضه بتاعتنا. طيب يومنا اصلا بيبقى عامل ازاي؟ ها طب خليني اعرف يومك بيبقى عامل ازاي، بس تخلينا نشوف فيديو، نشوف الولد بيرتب الاوضه بتاعته ازاي او البنت بترتب اوضتها ازاي، نشوف كده ونشوف هما بيعملوا حاجه صح ولا لا، او لو بيعملوا حاجه صح نقول ان احنا هنعمل زيهم، لو بيعملوا حاجه غلط هنقول مش هنعملها. فانا هسمع منكم بعديها، فتعالوا نشوف الفيديو ونرجع مع بعض تاني.
شفتوا حتى الشراب، فرتب الشراب كده وحطه بطريقه جميله وعملوا كده. مين بيعمل فينا كده اصلا؟ لا انا بدخل الشرابين جوه بعض وبعدين بحطهم. الله عليك، يعني هو صح كل اللي هو عمله صح، بيعلمنا ان احنا ازاي نطبق هدومنا ونرتب الهدوم بتاعتنا، البنطلون والتيشيرت وكل حاجه صح؟ صح يا حلو. طب هنعمل كده؟ سماء انا بثق فيك جدا وبثق فيك يا ادهم، وانت يا ريتال بثق فيك جدا، هنعمل كده. شفتوا اصلا الحته شكلها حلو ازاي؟ اصحاب اللي في البيوت شفتوا الحاجه لما بتترتب والله نفسيتك بترتاح، وما بتتعبش ماما بقى، ماما طول النهار قاعده بترتب الدنيا، وممكن تبقى هي كمان في شغلها وبترجع البيت تعبانه، مش هتقعد بقى ترتب الاوضه بتاعتنا كمان. فممكن حاجات بسيطه قوي نتعلمها واحنا صغيرين هتفرق معانا، وكمان ماما هتحبنا اكتر. تخيل كده يا ادهم ماما رجعت لقيتك مرتب الدنيا، مش هتحبك اكتر؟ طيب ماما بتبقى في البيت مش بتروح الشغل. حلو قوي، بس لما انت تساعدها تحبك صح، ما تبقاش رامي كل حاجه، كل حاجه بلاها المكان بتاعها. طيب اليوم بتاعنا بيبقى عامل ازاي بقى في المدرسه؟ بننظم اليوم بتاعنا، يعني عندنا يوم مثلا ممكن نرتاح فيه شويه وننام مثلا او نتفرج على حاجه بسيطه قوي، وفي نفس الوقت بننظم المذاكره بتاعتنا، ان احنا لما بنكون كده مركزين نقعد بقى نذاكر، نعمل الواجب بتاع المدرسه والكلام ده، اكيد مهم ده صح، ونعمل ده لما نرجع، والعصر اذن بنصلي خلاص. ايه رايكم اصلا لما نرتب يومنا على الصلوات؟ يعني احنا مثلا روحنا العصر اذن فصلينا، نبدا بقى الفتره دي ممكن نتغدى فيها ونقعد نرتاح شويه، ونبدا بقى حسب كل واحد حاطط البرنامج بتاعه مع مامته ازاي، ويبدا يرتب الوقت بتاعه ان هو هيذاكر امتى صح، ويبدا بقى يعمل الواجبات كلها بتاعته. علشان ايه؟ طب افرض عندك تمرين، مش ساعات بيبقى في ناس عندها تمرين في وسط اليوم، فيبقى مرتبين الوقت بتاعهم كويس او كاتبينه بقلم وورقه. وخلي بالكم برضو يا اصحابنا اللي في البيوت، القلم والورقه لما تكتب اليوم بتاعك عامل ازاي هتفرق في حياتك بعد كده. يعني انا دايما بقول لك على حاجات ممكن يبقى ناس كبيره بقى الموضوع صعب بالنسبه لها، عشان الموضوع فعلا ما تعودوش عليه ان هم صغيرين، هو قدك وهي قدك. فانت لما تمسك قلم ورقه تقول انا هرجع الساعه كذا، هروح التمرين الساعه كذا، هتغدى الساعه كذا، هعمل الواجبات بتاعتي الساعه كذا، هتفرق معاك كتير في كل حياتك. فحاول انك انت ترتب يومك، ومامتك تساعدك في ده. ممكن نعمل ده اكيد. طيب وبعد كده ايه؟ بس انا مش ببقى حاطه في ورقه، انا ببقى حاطه في دماغي. لا انا عايز النهارده، برافو عليك يا ادهم، بس انا عايز اقول لك على حاجه، كل ما بتكبر وكل ما بتعمل حاجات اكتر كل ما بنبدا ممكن ننسى. احنا عايزين، يعني انت مثلا شايف الجدول، هنشوف جدول دلوقتي حلو قوي ماشي، هتشوف جدول حلو قوي. بص الجدول ده متابعه الصلاه. اولا الجدول ده عايزين كلنا ندخل على صفحه النهار نور ونبدا ننزله ونبدا نعلم. احنا النهارده الحمد لله صحينا بدري وصلونا الفجر، نقوم عاملين ايه؟ صح قصاد صلاه الفجر. طيب صلاه الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كل صلاه بنصليها بنعمل ايه؟ علامه صح. نبدا نتابع. ايه رايك في ده يا ادهم؟ ايه رايك يا سما؟ مش حلو؟ طب تخيل لو الجدول ده عملنا زيه في حاجات كتير. بس هو مش ممكن ان الجدول يخلص. يخلص ازاي؟ يعني كتبنا فيه حاجات كتير. ما احنا هنجيب واحد تاني. ما انت هتخلي ماما او بابا هيدخلوا على صفحه النهار دول ويطبعوا الجدول ده. ماشي؟ وانت بتحطه في الاوضه بتاعتك بتبدا بالقلم تعلم. ماشي؟ بيبقى طبعا معاك اكتر من واحد. كتير يعني. بس هو الفكره انك انت بتبدا تتابع، تشوف انا يوم السبت والحد والاثنين كنت ماشي كويس قوي، انا يوم الثلاث بصراحه انا اخرت صلاه الظهر. تقوم بعديها تقول لا انا مش هاخر الصلاه تاني، لان الصلاه هي اللي بترتب الحياه بتاعتنا. فاحنا نبدا نحافظ عليها. ايه رايكم؟ اتفقنا؟ خلاص؟ هنمشي بده؟ وهندخل نطبع الورقه دي الجدول ده ونبدا نمشي عليه؟ خلاص؟ تمام. اصحابي بقى اللي في البيوت واهالينا، عايز اقول لكم على حاجه، ان الجيل ده هو في الاخر الحاجه اللي باقيه لينا في الدنيا، هو ده العمل الصالح ان شاء الله اللي نسيبه. فعلشان كده يستاهل مننا ان احنا نقعد بقى ونساعده، وان احنا نقعد ونجيب له جدول زي اللي احنا شفناه، ويبدا يرتب الصلاه بتاعته، لان الصلاه هي الاساس، وبعد كده اصحابه نخلي بالنا عليهم، لان الصاحب احنا عارفين الصاحب في الاخر ممكن يودي اولادنا لفين. علشان كده كل اصحابي اللي في البيوت، ابداوا بقى خلوا المدرسه ايام حلوه، وحبوا المدرسه، لان لما تحبوا المدرسه هتلاقوا الدنيا احسن بكتير، وتبدا ترتب يومك، وتبدا تنام بدري وتصحى بدري، وتبدا تصحى تصلي الفجر، وتبدا تروح المدرسه وتحضر الطابور وتحيي العلم بتاعك، وتبقى فرحان جدا وانت بتحيي العلم بتاعك، وتبقى ماشي في الطابور وانت رايح الفصل في نظام، وما تزقش حد، انت ماشي بنظام، وتقعد في الفصل بتاعك وتسمع المدرس عشان احترام الكبير. وفي الاخر لما تيجي تخلص المدرسه وبتاكل حاجه وتروح بيتك، اول ما بتدخل بيتك بتقول بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تدخل تسلم على مامتك، تبوس ايديها، وتبدا تدخل الاوضه بتاعتك،
تغير هدومك، ترتب الهدوم بتاعتك، تحطها في الدولاب بتاعك وتبدا اليوم بتاعك، سواء عندك تمرين، صلاه العصر تصليها، سواء تتغدى، سواء تريح شويه، تعمل الوجبات بتاعتك، هتلاقي حياتك احسن بكتير. لو كل الاجيال اللي طلعت عملت الكلام ده هتفرق، وهتفرق في بلدنا كتير، وهيبقى احلى جيل في الدنيا. انا بشكركم وبشكر كل اصحابنا اللي كانوا موجودين معانا، وبشكر كل اصحابنا اللي في البيوت اللي بيسمعونا، وتشوفونا ان شاء الله في حلقه جديده مع اصحابي مهند ودينا، واشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.